على هامش المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمان النووي، أكد محمد الصفواني العضو المنتدب لشركة تقنية السلامة البيئية للخدمات المتخصصة أن هناك تطورا كبيرا ومبشرا في اعتماد السعودية على الطاقة النووية، وهناك تحديث مستمر للمعامل. تقنية السلامة البيئية بخدمات متخصصة هي متخصصة في جميع حماية من الإشعاع من في المستشفيات، في العيادات الطبية، في المجال الطبي، وفي المجال الصناعي، البترول والكربون هيدرات، في المواد، في جميع الاندستريال. في نفس الوقت هذه الشركة عندها أجزاء في القيام بعمل مسح شامل لحق اللي هو المسح الشامل حق المصانع ولحق المناطق اللي هي تتعامل مع المواد المشعة والإشعاع. وأشار إلى وجود تنوع في توليد الطاقة النووية في مناطق مختلفة في السعودية، بما يساعد في تلبية احتياجات استهلاك الكهرباء وتوفير العلاج النووي الإشعاعي في البلاد وفي بعض الدول العربية. عندنا شيء آخر اللي هي عبارة عن القيام فيها عن حماية البيئة، حيث إن تكون جزء من البيئة محمية من الإشعاع والمواد المشعة إذا هي كانت موجودة في أي منطقة عندنا. ولفت إلى سعي السعودية إلى تعظيم قدرات إنتاج الطاقة النووية وأيضا طاقة الرياح وتقليل الاعتماد تدريجيا على الطاقة الأحفورية، وأشار لوجود تنسيق مستمر مع هيئة الطاقة الذرية في السعودية، حيث تمنح الشركة شهادات مرخصة للمستشفيات في المملكة تجدد سنويا وتؤكد المزاولة البيئية والإشعاعية السليمة. نحن نقوم بنقل المواد المشعة من المطار أو من اللي هو البحري، بحيث الميناء البحري، بحيث يكون في عندنا هذه المواد تكون سليمة، والأجهزة عندنا السيارات متخصصة وأشخاص قائمين بهذا العمل. وأوضح الصفواني أننا نركز على الحماية من الإشعاع في العيادات الطبية والمستشفيات وأيضا في المجال الصناعي، كما ننقل بشكل آمن المواد المشعة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحالية تبلغ حوالي 5 ملايين دولار. من حجم الاستثمارات في هذه الشركة؟ حجم الاستثمارات يعني ما هو كبير جدا، ولكن أنه الآن في تطور كبير في خاصة ال5 سنوات الماضية، فحجمها في حوالي 5 مليون دولار فيها. عندنا موظفين، 20 موظف بين سعوديين وعرب. يشار إلى أن السعودية تشارك بجناح مميز في المعرض المرافق لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعني بالأمان النووي. حجم التنسيق مع وزارة الطاقة والجهات الحكومية؟ التنسيق دائم، بحيث أننا لما نقوم عندنا كل كشركة مهيئة ومرخصة من قبل الهيئة الذرية في المملكة اللي هي NRC، بحيث انه كلنا مرخصين، بحيث لما نزور اي مستشفى نعطيه تقييم، وبهالتقييم نعطيه شهادة الى مدة سنة كاملة، بحيث انه تكون المزاولة سليمة. حجم التطور في الاعتماد على الطاقة النووية في السعودية؟ الان المملكة في دور كبير في انشاء معامل نووية للطاقة الذرية ومتنوعة في أكثر من محل في المملكة، وبيكون في عدد لا بأس فيه، حيث يغطي
الطاقة الكهربائية والعلاج النووي في المملكة. هل ممكن تحل محل الطاقة التقليدية؟ المملكة تسعى وابتدت من السنوات الأخيرة بحيث أننا نعتمد على الطاقة النووية ونقلل من الطاقة الحفورية ونعتمد على طاقة الرياح، حيث أن المملكة تسعى حيث أن تكون رائدة في هذا المجال.